بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مع واحد من فيديوهات سلسلة وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثمانية أعمال وردت في القرآن الكريم للعلاج من أو الوقاية من الهلع والجزع والمنع مع دخول من يعملها الجنة مكرما بإذن الله. يخبرنا الله في سورة المعارج بثلاثة أمراض تصيب الإنسان، هي أولا الهلع، والهلع هو الخوف الشديد بقوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، في الآية 19 من سورة المعارج. إن الإنسان خلق هلوعا. ثانيا الجزع بقول الله تعالى: إذا مسه الشر جزوعا، في الآية 20 من سورة المعارج. ثالثا المنع بقول الله تعالى: وإذا مسه الخير منوعا، في الآية 21 من سورة المعارج. فالله يحدثنا عن الإنسان بصفة عامة، والإنسان تشمل المؤمن والكافر، مؤكدا بأداة التوكيد إن تؤكد المعنى. إن الإنسان مصاب بهذه الأمراض الثلاثة بقوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. والهلوع هو شديد الخوف، والجزوع هو شديد الحزن، والمنوع هو الذي يمنع عن غيره كل ما يحب، يمنع الخير عن الغير. فهذه أمراض ثلاثة في الإنسان، والله يؤكد هذا: إن الإنسان خلق هلوعا جزوعا منوعا. ويخبرنا الله سبحانه وتعالى باستثناء بعض الناس من الإصابة بهذه الأمراض الثلاثة بأداة الاستثناء إلا وردت للاستثناء: الإنسان خلق هلوعا جزوعا منوعا إلا. وقد ذكر الله الأعمال التي يستثنى عاملها بأمر الله تعالى من الإصابة بهذه الأمراض كوقاية من هذه الأمراض بالترتيب التالي: أولا، أول عمل للعلاج أو للوقاية هو المداومة على الصلاة، لقول الله تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فالمداومة على الصلاة أول سبب من أسباب الوقاية أو العلاج من هذه الأمراض الثلاثة. ثانيا، العمل الثاني إتيان الزكاة وتقديم الصدقات للمستحقين، بقول الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، في الآيتين 24 و25 من سورة المعارج.
والعمل الثالث هو التصديق بيوم الدين بقول الله تعالى: والذين يصدقون بيوم الدين، في الآية التالية، الآية 26 من سورة المعارج. والعمل الرابع هو الإشفاق من عذاب الله لقول الله تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، في الآيتين 27 و28 من سورة المعارج. والعمل الخامس هو المحافظة على الفروج لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الحلال والحرام في التعامل مع الفروج، الحلال بين والحرام بين. الفروج يحافظ عليها إلا على الأزواج أو ما ملكت الأيمان إذا وجدت، حاليا لا توجد أي ملكة أيمان، إنهم غير ملوك. فمن ابتغى خلاف الزواج فأولئك هم العدون، هذا عدوان. والعمل السادس هو رعاية الأمانات والعهود لقوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لا بد من رعاية الأمانات ورعاية العهود، الآية 32 من سورة المعارج. والعمل السابع هو القيام بالشهادة بحقها لا إعراض ولا لوي الحقائق لقوله تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون، الآية 33 من سورة المعارج. ولا ننسى قول الله تعالى في الشهادة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالشهادة لا بد من القيام بها وأدائها ولو على أنفسنا أو على والدينا أو الأقربين، لا مجاملات ولا تغيير ولا تبديل في الشهادة. والعمل الثامن المحافظة على الصلاة لقول الله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون، الآية 34 من سورة المعارج. وجدير بالذكر أن الله قد أمرنا بالمحافظة على الصلاة بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، في الآية من سورة البقرة. هذا أمر، فعل أمر من الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
وقد حدثنا الله عن قوم أضاعوا الصلاة بقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا واد في جهنم والعياذ بالله، في سورة مريم. فالمفروض نحافظ على الصلاة، الذين هم على صلاتهم يحافظون ولا يضيعون، أما من أضاع الصلاة واتبع شهواته فسوف يلقى في وادي غي في جهنم والعياذ بالله. وجدير بالذكر أيضا أن العلاج الذي وصفه الله لنا لهذه الأمراض قد بدأ بالصلاة وانتهى بالصلاة، لقوله تعالى في الآية 23 من سورة المعارج: والذين هم على صلاتهم دائمون. والعمل الثامن في الآية 34 من سورة المعارج: والذين هم على صلاتهم يحافظون. إذن الأعمال الثمانية بدأت بالصلاة بالدوام عليها، وانتهت بالصلاة بالمحافظة عليها ولا نضيعها. وجدير بالذكر أيضا أن هذه الأعمال الثمانية ليست للوقاية أو للعلاج من الهلع والجزع والمنع فحسب، بل تكون سببا في دخول من يعملها الجنة مكرما، لقول الله تعالى في الآيات من 22 حتى الآية 35: أولئك في جنات مكرمون. الآية 35 آخر آية في هذا الموضوع. من يفعل هذه الأفعال الثمانية سواء للعلاج من الهلع والجزع والمنع أو للوقاية من الهلع والجزع والمنع، أولئك من يلتزم بهذه الأعمال الثمانية سيكون في جنات مكرمون بإذن الله تعالى. أدعو حضراتكم مشكورين للاشتراك في هذه القناة لتستفيدوا من محتوياتها وتفيدوا غيركم من محتوياتها ابتغاء وجه الله تعالى، ابتغاء الأجر والثواب من الله. ويسعدني ويشرفني أن أخبركم أن عدد المشاهدات لمحتويات هذه القناة في وقت إعداد هذا الفيديو قد وصل إلى 184,447 مشاهدة. ويسعدني ويشرفني أن أوضح لحضراتكم رابط القناة على اليوتيوب لتسهيل الدخول إليه والبحث عما تشاءون منه. ويقول تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ضرب الله لنا مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، جذورها ثابتة في الأرض وفروعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين لغيرها بإذن ربها، والله يضرب لنا الأمثال لعلنا نتذكر. فالكلمة الطيبة صدقة، وخيركم من تعلم العلم وعلمه.
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فلنغتنم الفرصة ونعمل بالسنن الحسنة لنغتنم أجرها وأجر من عمل بها من بعدنا في حياتنا ومن بعد مماتنا أجيالا وأجيال، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ونحن نستفيد من كل من استفاد بعدنا بالسنة الحسنة. اللهم اجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.